وعندكم دلوقتي سؤال في التاريخ جوكر، دوس على البازر. تاريخ والسؤال هو: في عهد أي وزير حربية وقع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956؟ طبعاً ده بعد تأميم جمال عبد الناصر لقناة السويس في 26 يوليو. العدوان بدأ 29 أكتوبر وفشل وتم القضاء عليه في مارس 1957. شهد، إجابتك؟ عبد المنعم رياض. طبعاً إجابة خاطئة. فرصة 20 نقطة. كان وقتها وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة محمود سامي البارودي. دي طبعاً يا ملك إجابة إيه؟ غير صحيح. لا، إجابة مضحكة طبعاً، ده تاريخ تاني خالص. أربع اختيارات بزائد 20 أو ناقص 10، والسؤال ده سهل جداً. عبد الوهاب البشري، حسين الشافعي، عبد اللطيف البغدادي، عبد الحكيم عامر. شهد. عبد الحكيم عامر. طبعاً طبعاً. أنا مش مصدقكم، أنت مينفعش تسأليني حتى. الفترة دي فترة مهمة في تاريخ مصر. عبد الحكيم عامر طبعاً. إجابة صحيحة. 20 نقطة، النتيجة اتغيرت 5.